بالعلم نبني يا أخي حضارة، ونعيد أمجاد الرعي للأول. في يوم 14 من شهر أكتوبر عام 1906، وفي منزل ريفي متواضع، تأتي البشرى لشيخ أزهري تخصص في علم الحديث يدعى أحمد عبد الرحمن البنا بأن زوجته قد أنجبت له طفلا أسماه حسن. وفي سن مبكرة من عمره حفظ الطفل حسن البنا القرآن الكريم كاملا والكثير من الأحاديث النبوية، كما درس عن أبيه العلوم الشرعية وأخذ عنه صناعة الساعات. ولاحقا انتقل إلى مدرسة المعلمين في دمنهور عام 1920، وتخرج فيها عام 1924، وأكمل دراسته في كلية دار العلوم بالقاهرة. عرف حسن البنا بين أقرانه بشغفه للعلم وحبه للدين وعشقه للجهاد ومقاومته للظلم والطغيان، وكان سقوط الخلافة الإسلامية بمثابة زلزال قوي هز أركان الشاب العشريني حسن البنا، وبدأ يفكر في مستقبل الأمة الإسلامية بعد سقوط الخلافة التي كانت تجمع شتات الأمة رغم ضعفها وتوحد صفوفها رغم جراحاتها النازفة. في عام 1928 أسس البنا جماعة الإخوان المسلمين وتولى قيادتها، وأنشأ وقاد تشكيلات فدائية عسكرية لمواجهة الاحتلال البريطاني لمصر وللدفاع عن فلسطين. وعمل البنا منذ اليوم الأول لتأسيس الجماعة على تجذير فكرة شمولية الإسلام وضرورة تطبيقه كمنهج حياة، كما حارب مظاهر الانحلال الخلقي والاغتراب في المجتمع، وسعى لتحقيق هدفين أساسيين: تحرير أرض المسلمين من كل سلطان أجنبي وقيام دولة إسلامية حرة. وآمن البنا بأن الدولة الإسلامية هي صاحبة دعوة ورسالة، وأن الفصل بين الدين والدولة خطيئة كبرى، وأنه لابد من قيام حكومة إسلامية يكون فيها الحاكم مسؤولا أمام الله وأمام الأمة، وعلى الحكومة أن تحترم إرادة الأمة وتعمل على صهر جميع فئات المجتمع في بوتقة واحدة، وهي الأخوة في الله. ونجح البنا في لم شتات الأمة وجمع شبابها حول راية واحدة تسمى الإخوان المسلمين. وانتقل البنا بعد صناعة الرجال ورص الصفوف من ميدان الكلام إلى ميدان الجهاد، فقاد البنا كتائب الإخوان المسلمين في حرب فلسطين تحت شعار الموت في سبيل الله أسمى أمانين. وعقد في دار المركز العام في القاهرة أول مؤتمر عربي من أجل فلسطين، ودعا إلى حرب تحرير شعبية ضد الدولة الصهيونية، ودعا الدول العربية أن تدعم المجاهدين بالمال والسلاح لكن دون جدوى. وقد قال في إحدى خطبه: إنني أعلن من فوق هذا المنبر أن الإخوان المسلمين قد تبرعوا بدماء 10,000 متطوع للاستشهاد في سبيل الدفاع عن فلسطين. حينها أدرك الكيان الغاصب خطر جماعة الإخوان المسلمين على المشروع الصهيوني، وبدأ منذ ذلك الحين الكيد للفكرة، لأنهم أيقنوا أن حسن البنا سيموت لكن فكرته ستبقى لأمد بعيد. ولم يكتف البنا بمحاربة الصهاينة في أرض فلسطين فحسب، بل شن حربه على الاستعمار البريطاني، ووجه جهده لإنشاء تشكيلات سرية من الفدائيين وإعدادها للجهاد، وأطلق عليها اسم النظام الخاص. وقامت هذه التشكيلات بعمليات موجعة ضد الاستعمار، حتى أصبح الانتقام من حسن البنا ورفاقه هو الهم الأكبر لكل قوى الشر في العالم. فبدأوا بتفكيك التنظيم عبر قرار بحل الجماعة واعتقال أفرادها وغلق مقراتها في كل أنحاء الجمهورية عام 1948 بقرار من النقراشي باشا. وفي مساء السبت 12 من فبراير عام 1949، وفي شارع الملك نازلي، أطلق مجهولان 6 أعيرة نارية على الإمام البنا قبل أن يفر في سيارة سوداء، ونقل بعدها إلى مستشفى قصر العيني
ترك ينزف دون علاج حتى فارق الحياة. رحل الإمام البنا وعاشت فكرته حية بين الناس.